ماريتا الحلاني تواصل الاحتفالات، مستندات تورط هيفاء وهبي ومنى فضالي في حالة حرجة بسبب حريق. تواصل الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الاحتفال بوداع العزوبية قبل زفافها من الشاب كميل أبي خليل. ونشرت ماريتا خلال الساعات الماضية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام من أجواء الاحتفال، حيث ظهرت أثناء احتفالها مع شقيقتها دانا ومجموعة من صديقاتها. واختارت ماريتا الاحتفال في غرفة النوم، حيث ظهرت على السرير ببيجامة باللون الأبيض إلى جانب دانا وصديقاتها اللواتي ارتدين بيجامة باللون الأزرق. وفي سياق آخر، حصل تطور جديد لأزمة فيلم رمسيس باريس للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المعروض حاليا في دور السينما المصرية والعربية. أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما قضائيا نهائيا يحمل الرقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بيبي ناصري بوقف عرض الفيلم. من جانبه، أصدر المستشار ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنان الفرنسي بيانا صحفيا أكد فيه أن الشركة المنتجة للفيلم تجاوزت الحكم السابق الصادر من المحكمة، ما دفعها إلى عرض الفيلم مؤقتا في انتظار النظر في هذا الإشكال. وأضاف قنطوش أن الحكم الجديد يعتبر نهائيا ويمنع عرض الفيلم مع فرض غرامة على ريمون رمسيس بسبب تعطيله تنفيذ الحكم. ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة المصرية منى فضالي عن حدوث حريق في منزلها بسبب ماس كهربائي حصل نتيجة إهمال شخص يعمل في المجمع السكني الذي تقيم فيه، مشيرة إلى وجود خسائر مادية كبيرة. ونشرت منى على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك وقالت: قدر الله وما شاء فعل، يعني حصل أفلا في الفيلا عندي وخسائر كتير، والحمد لله إن الدنيا ما ولعتش علشان كهربائي عديم الأمانة في الكامباوند يعمل شغل فاشل نتيجة أن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت، يعني ما حدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس. ورونا البوست يا جماعة. ألف ألف مليون مبروك على البراءة.